وبينما هو على يعني هذه المعاني ربما يأتيه بعض العوارض تنهشه فيرتد إلى يعني الخلف، يرجع القهقرة ويصبح يعني التزامه وتدينه أجوف، يعني يهتم بالصور دون الحقائق، ويشعر من نفسه بضعف الإيمان وتراجع المعاني والانصراف إلى أهواء الدنيا وملذاتها، فينقلب حاله من الأنس إلى الغفلة وعوارضها، ينقلب حاله من الاجتهاد في الطاعة إلى يعني التخبط، ينقلب حاله من النعيم الذي كان يستشعره وهو يسلك الطريق إلى الله إلى نوع من التخبط والتراجع. هذه مقدمة كلها نعيشها، كلنا نعيشها في الحقيقة، كلنا يستشعر أحيانا بعض يعني عوارض هذا التراجع وهذا الخلل الذي ما حسب له حسابا. يعني كلنا حين استقمنا في البداية كنا نتصور أننا نقطع منازل الطريق إلى الله، وأننا إن شاء الله إذا كبرنا في وقت من الأوقات وتزوجنا وأنجبنا سيكون جيل النصر المنشود من أبنائنا، وأننا يعني بيننا وبين استعادة المجد والعز وبناء الحضارة يعني غدا صباحا أو بعد غد. ثم فوجئنا في أثناء السير العملي بأن القضية ليست بهذه السهولة، وإنما هو امتحان شديد. وفاجأتنا مشاريع العمر المختلفة التي انتهينا إلى الكلام عنها، فوجدنا أن تحقيق الاستقامة والظفر بالصحبة التي تعين على الطاعة ويعني السعادة في الأسرة والزواج وقضية الكسب وأن يكون من حلال ويعرف الإنسان من أين يأكل ويتجنب الشبهات ويوازن بين يعني حقوق الله عز وجل وبين يعني حظ نفسه، ثم الإنابة خصوصا إذا بلغ الإنسان 40 سنة. وجدنا أن هذه المشاريع في الحقيقة ليست كلاما أو خطبا تقال، وإنما هذه صراعات وقضايا كبيرة، وتحتاج من الإنسان إلى توفيق قبل كل شيء، تحتاج إلى أن يكون صادقا والصادق يوفق، تحتاج إلى بذل ومجاهدة ومواقف كثيرة قد يعني تكلف الإنسان كثيرا من أمواله وكثيرا من جاهه وربما تكلفه حياته، وينبغي أن يكون مستعدا لبذل هذا المهر الذي من خلاله يعني يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، فقد يعني يقتل وقد يسجن وقد يؤذى وقد يحرم من بعض حقوقه وقد يمنع، وهذا ليس في الحقيقة يعني بدعا، فقد سبقه السابقون في هذا الطريق ابتداء من أنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله، منهم من قتل ومنهم من أوذي ومنهم من اتهم بكل أنواع الاتهامات من السحر والكهانة والجنون وغير ذلك مما عرفناه.